الله على كيك معتبر صراحة خطير. إلا بغيتو تعرفوا هاد الكيكة شنو فيها خليكم مع الفيديو. السلام عليكم، أهلا وسهلا بأحلى متتبعين قناة مغربية في بريطانيا، معكم كريمة. شوفوا معايا هاد الكيكة، كيكة تجي صراحة خطيرة والمذاق ما عندي ما نقول. إلا بغيتو تعرفوا هاد الكيك شنو فيه وكيفاش خدمتو خليكم مع الفيديو غتعرفوا كل شيء. ما تنسوش خليوا لي اللايك ديالكم يعني اعجاب لهذا الفيديو، خليوا لي كلمه تحت في التعاليق باش نعرف ارائكم وانتقاداتكم. مع السلامه، خليكم مع الفيديو. كيف ما شفتوا الكيك راه كتجي صراحه زوينه بزاف بزاف، حتى المقادير ماشي مقادير كثيره. انا هنا عندي شرائح ديال الاناناس، انا خديت هكا اناناس معلب، ممكن نستعمل هذه كامله ممكن لا، يعني كيبقى على حسب المول اللي عندكم. هنا عندنا نص كاس ديال زيت المائده او زيت نباتيه، كاس معمرش ديال السكر سنينه، والحلاوه كيف ما كنقول لكم دائما كتبقى على حسابكم، ممكن تزيدوا ممكن تنقصوا. عندي هنا كاس معمرش هذا العصير ديال الاناناس، يعني انا خديت غير علبه الاناناس وحيدت منها هكا العصير اللي كيكون فيها. استخدمت تقريبا كاس معمرش، قبصه ملح، ثلاثه البيضات بحراره المطبخ. بالنسبه للبيكنج باودر او الخميره ديال الحلوى، انا غنستعمل ملعقه صغيره فقط. نتوما الخميره من فئه 7 غرام اللي كانت عندكم، عبروا غير ملعقه صغيره ما تكثروش. وهنا بالنسبه للفاني غنستخدم حتى هي معلقه صغيره. وبالنسبه للدكيك عندي هنايا كاس ونص، بهذا العبار ديال الكاس اللي خدمت، كاس ونص ديال الدقيق الابيض خدمنا اكيد من قبل. ولهذا الكيك غنحتاجو الكراميل. الكراميل انا هنا خديت كاس ديال السكر اسمر، هو اللي غنصايب به الكراميل. ممكن تاخذوا كاس ديال السكر عادي ابيض ماشي مشكل، كيبقى على حسب الاختيار. ودابا غنبدا معكم على بركه الله. اول حاجه غنبداو بها هي اننا نصاوبوا الكراميل ديالنا هذه الحلوه. ناخذ هنا كاسرونه هكا، ناخذ هذا الكاس ديال السكر الاسمر شربت معكم، وغندوز باش نطيبوا فوق البوطه. ولا نرميه هنا، ندير الكاسرونه يعني اذا وليتكم. ضفت هنا معلقه كبيره ديال الماء صافي. دابا غنخليوه مره مره، نديرو ليه بحال هكا، نحركوه نخليوه حتى يولي كراميليزي. طيب مره مره كنبقى ندير ليه بحال هكا باش ما يلصقش ليا في القاع وباش كيجي هكا مزيان. ها هو دابا كما كتشوفوا صافي راه وجد. شوفوا الكراميل ديالي من بعد ما وجدتو، خديت هنايا المول اللي غنديرو في الفران، درت من تحت هكا هاد البابي ألمنيوم. وغناخد دابا داك الكراميل اللي وجدت، غنديرو هكا في المول من تحت. نديرو قبل ما يجبد كان بهذه الطريقة، كنبداو نزلوه على المول كامل، كنطلعو حتى هاكا لهاد الجناب بهاد الشكل. هو راه كيبدا يجمد ها بهاد الشكل، شوفوا راه كيتقاد دابا الماء صافي. غنخلي بحال هكا الكراميل ديالي حتى يبرد ليا شويه في هاد الماء، وغندوزو دابا باش نخلطو الكيك. ندير هنا كاسات البيضات لي وريتكم، نضيف عليهم السنيده
فانيلا اكيد ما عامراش. نحرك البيض الثاني ذا هكا حتى كيولي شويه بيض. من بعد البيض غنديرو كاس ديال الزيت، غير نص كاس هذاك العصير ديال الاناناس، كتجي زوينه هاد الكيكه مع داك العصير ديال الناس كتجيوها. كيفما شفتو المكونات راه ساهله. دابا غنبداو نضيفو الكيك ديالنا بالتدريج. غنضيف معلقه ديال خمرة الحلوى ولا بيكان باودر، صافي عادي كنبداو نديرو الكيكة ديالنا. هادي كيما كتشوفو هو الخليط ديال الكيك من بعد موجود معايا، كيجي بهاد الشكل، كيجي جاري بزاف وما كيجيش عاقد. تبعوا نفس المقادير اللي عطيتكم. شوفوا هنا هانتوما راه كرم عندي الكراميل، كانت كي عند بالي التليفون كيصور هو ما كيصورش. كناخذ الاناناس نقادو بهذه الطريقه، نحاولوش نطلعوا مع الجناب ديال النور كيكون قد الجناب بهذا الشكل. ندير واحد هنا، بهذا الشكل كيف ما كتشوفوا. بقات عندي هنا واحدة، كيف ما كتشوفوا هاد العلبة راه فيها غير هاد القطع، 8 تقريبا. دابا غناخد داك الكيك ديالنا، دائما باش يجي ناجح نزلو الفوق نكبوه بهاد الطريقة. صافي دابا غندخلها الفران تطيب. وأهم حاجة من خروجها من الفران غير واحد شوية ما نخلاش حتى تبرد، غير شوية نحاول نحيدوها من المول. ندخل بالفران طيب كيف قلت لكم، اللي نخرجوها ما نخلوش حتى تبرد باش الكراميل ما يتجمدش لينا، غنحسوا بها شوية ما بقاش سخونة حامية على ايدينا بزاف. انا هذا المول سهل يعني غنقلبو اللي غنحل، وانتوما كل وحده والمول اللي غدير. اهم حاجه ما يكونش شي مول كيلصق بحال هكا. دابا غندير الفران طيب ونتلاقى معكم من بعد. كيف ما كتشوفوا من بعد ما خرجت من الفران كناخذ هكا عود كندوزو هكا على الجناب باش كنشوف انها راه ما شاداش. دابا غندوز باش نقلبها عادي. الشكل حل المول، كيف ما كتشوفوا بقى سخونه هذاك الاناناس كيفاش كيبان. دابا
هبط نقعد مع باقه سخونه، غنخليها واحد شويه كيف ما شفتوا هاد الكرابيل حتى يشد في راسو. لكن ها نتوما راه ناجحه ما شدات ما والو الحمد لله. هاد راه غير كراميل مع باقه سخونه قلبتها، ما كتلصق ما حتى حاجه. اهم حاجه واخا تكون عندكم، ها نتوما واخا تكون عندكم المقله سخونه، اهم حاجه انكم تحيدوها ملي يلا تخرجها من الفرن، غير شويه برد وقلبوها.